مشاهدي برنامجنا النهارده، اهلا بيكم. تقرير جديد من تقارير عمرات ار ان كي وفانسي نعيمه كامل واحمد عادل. احنا طبعا في برنامجنا النهارده معاكم 30 حلقه، 30 عمره، هدايا مقدمه من برنامجنا النهارده برعايه طبعا ار ان كي وفانسي. احنا مشاهدينا طبعا متواصلين بقالنا سنين في ادخال الفرحه والسرور على قلب الناس، واحلى فرحه واحلى رحلة في العمر هي رحلة العمرة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وبيعلمنا طبعا انه ايه هي احب الاعمال الى الله، ممكن اي حد فينا يقول احب الاعمال الى الله اني اصلي كتير، اني اصوم كتير، اني اجاهد في سبيل الله. لا، سبحان الله، احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم. يعني انك تدخل الفرحة والسرور على قلب مسلم، هو ده احب عمل تتقرب به الى الله. ربنا يتقبل منا ويقدرنا دايما على اننا ندخل الفرحة والسرور على قلب كل الناس وكل المحتاجين. تعالوا مشاهدينا نبدأ تقريرنا النهاردة ونشوف مين اللي فازت معانا برحلة العمر. فاطمة اهلا بيك. اهلا بيك، اهلا بيك، اترك على الخير. يلا منورانا في البرنامج. فنور كنتم، الله يخليك، اترك على الخير يا رب. الله يخليك يا حبيبة قلبي. بقول لك يا حاجة فاطمة، دلوقتي احنا عايزين نحكي كده مع المشاهدين البرنامج عشان نعرف بقى حكايتك وقصتك وكده، يعني من ساعة ما اتجوزتي خلفتي كم عيل وكده. ما اذا خلفتك جبت 10 عيال، اتجوزت 8 ومعايا بتواد مخطوبين وبحت عليهم خضار وبحت عليهم كل حاجة لما ربيتهم. هنعرف بقى بالتفصيل. انت خلفتي 10 ما شاء الله. تعبتي اصلا كتير؟ يعني تعبت صحتك؟ تعبت ومغزى بتابع عليهم خضار وبيع لهم قوطه. ولما ربي هو باباهم فين؟ باباهم كان بيشتغل ايه لما اتجوزتي؟ المغزى كان في جامعة مدرسه خصوصي، كنت بقبض 150. بعدين زياده 600 معاشه، يعني بعد ما توفى. بعد ما توفى كنت بقبض 150. هو لما توفى كانوا ولادك صغيرين؟ كانوا صغيرين، سايبهم صغيرين. كافحت وجوزتهم وربيتهم، ربيت 8 وجوزتهم ومعايا بنت واد مخطوبين. طيب اشتغلتي ايه بقى؟ بتابع خضار وبيع كل حاجه وكافح. يعني كنت بتاخدي المعاش بتاعه 150 جنيه ودلوقتي بقى 600. والمغزه لما بتابع خضار وبيع حاجه وكافح، وبعدين كبرت بقى بنت قالت لي تعالي اقعدي عندي. ما طبعا خلاص انت ما تقدريش دلوقتي تبيعي. خليك يا حبيبتي، ربنا يديك الصحه طبعا. يقدرك على الخير يا رب. انت طبعا الخير. الله يخليك ويقدرك على الخير يا رب. الله يخليك يا حبيبتي. بقى بتعملي ايه في رمضان دلوقتي؟ انت عايشه عند بنتك لكن وهم صغيرين كنت بتعملي ايه؟ كنت اعمل ايه؟ انا مغزى اجيب في خضار، اجيب لهم عدس ياكلوا، اجيب لهم بتاع مغزى اي حاجه ياكلوها. اعمل عدس، اعمل بصاره، اعمل. تنزلي الصبح تبداي اليوم تشتغلي تبيعي؟ اعمل بالليل الاكل من قبل ما تنامي. قبل ما انام اعمل الاكل، اغسل لهم هدومهم، اعمل لهم مغزى، نملى ميه من بره، ما كانش فيه ميه. املى ميه من بره ومغزى واخدم عليهم، واصبح الصبح اطلع على رزقي. ابيع خضار، ابيع قوطه. انت كنت عايشه فين؟ كنت عايشه في البساتين. وبعدين تخلصي اليوم الشغل وتروحي بالليل تعملي الحاجات دي؟ اعمل الحاجه بالليل. اغسل المغزى واعمل واجيب لهم، اعمل لهم الاكل. ومعزه شقيت وتعبت، ربيت، جوزت 8، فاضل معايا بنت واد مخطوبين ما شاء الله. وربنا يبعت لهم رزقهم يا رب يا رب يا رب يا رب، ويقدركوا على الخير كله يا رب. الله يخليكي. ودلوقتي بقى في رمضان بتتلموا كده وبتتجمعوا سوا؟ وفي رمضان بعد شهر رمضان اخدم فيه. عاوزه واحده عايزه تشرب اجيب لها تشرب، واحده مثلا عايزه حاجه اجيب لها كرسي. فين بتعملي كده؟ فين؟ في الجامع. تروحي الجامع؟ قلت البنت، بنت اقعد عندي، اقعد عندي. قلت لها قعدت عندك، اقعد عندك بس شهر رمضان ما تحرمنيش من الجامع يا حبيبتي. قاعد في الجامع واخد من الناس كلها، سلا اصحف على رجلي الحمد لله. تقعدي في الجامع تخدمي في الجامع. شهر رمضان ما روحوش. الناس فعل الخير بيجيبوا الاكل. نفطر ونعمل الاكل ونعمل ويعملوا مائده، اعمل معاهم واكافح معاهم، واقول اخر يوم في عمري لازم حتى اخدم في الجامع يا حبيبتي. والله ما شاء الله، ربنا يكرمك. يعني ان اصلا انت يعني بتمشي على قدك، مش قادره تقفي. اقول بليه في الاخر احسن من الدنيا يا حبيبتي. والله كافح، عاوزه كرسي اجيب لها، عاوزه ميه تشرب اجيب لها. شهر رمضان ما روحوش.
وشي. يعني شهر رمضان زي ما الرسول كده انت ممكن تكوني مش عارفه عليه الصلاه والسلام، لكن هو علمنا ان احنا ممكن نتصدق بجسمنا. انت بتتصدقي بجسمك كده وبعافيتك وصحتك، وانت اصلا يا حبيبتي تعبانه، انا شايفاكي مش قادره تمشي اصلا، بس بتتصدقي كده لله. الحمد لله، نعم بك يا رب، نعم بك يا رب، وربنا بليه في الاخر احسن من الدنيا، وربنا يصلح البنات واللي زي متجوزه تمام. يا فاضل معايا بنت واد مخطوبين، ربنا يرضيكي فيهم كلهم يا حبيبتي، خليك ابعت لي رزقهم يا رب، ربنا يكرمك يا حبيبتي. الحمد لله. طيب احمد هجيب لك كده، دي حاجه بسيطه، اول حاجه دي حاجه بسيطه من برنامجنا اطعام رمضان كده، اطعام ربنا يبارك فيك. انت بتعملي لله وللخير فربنا كريم. منكم ابدا يا رب، الله يكرمك يا حبيبتي. وحاجه بقى تانية، انت سبحان الله بتتصدقي وبتعملي لله باللي تقدري عليه، اللي هي عاوزه اعمله واقول لا ليا اجر عند ربنا طبعا. الحمد لله، الحمد لله، ربنا ما بيسيبش حد ولا بيرجع على الخير يا رب. احنا بقى علشان كده ربنا سخرنا ليكي وجابنا علشان نفرح قلبك النهارده، واقول لك ان انت كسبتي معانا العمره يا رب.